عشان هيك انتوا بتقولوا لبيك اللهم لبيك. وسالوه فاعطى وسلم ان الله حلي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صدقا خائبتين. أنا شعور اليوم الفرحة الدنيا كلها مستيعانة من الفرحة، بشكر كل واحد ساهم في إنجاح مسيرة يعني مكرمة الرئيس للشهداء وبارك الله فيهم. يعني قد إحنا ما نحكي وقد ما نقول منقدرش يعني نوصف فرحتنا، إنه الحمد لله نلنا الحج وربنا إن شاء الله يوعدها لكم. وبطلب من الله إنه الله ربنا يغفر لنا ويرحم شهدائنا يا ربي، ويشفي جرحانا ويحرر أقصانا ويحرر أسرانا يا ربي، ويا رب ينصر المسلمين والإسلام يا رب. بنقدم لجلالة الملك بالشكر، بنقدم لجلالة الملك بالشكر ولكل من ساهم، للإداريين ولأبو مازن ولكل واحد ساهم في إنجاح مسيرة الحج لنا. بارك الله. اليوم المعبر مفتوح للحجاج من مكرمة أهالي الشهداء فقط، وأيضا مفتوح من أجل وصول العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة. الظروف الإنسانية هنا في قطاع غزة بالغت الصعوبة، فتح المعبر على مدار يومين من أجل المغادرين، عدد قليل جدا من سمح لهم بالسفر مقارنة بالمسجلين. لدينا 28 ألف حالة إنسانية، من غادر منهم تقريبا 600 فقط، و600 آخرين من أصحاب التنسيقات المصرية، وبالتالي الواقع الإنساني هنا صعب جدا. أيضا معاناة الواصلين من الجانب المصري على مدار ثلاثة أيام، واجهوا صنوف شديدة من العذاب والمعاناة في طريقهم إلى قطاع غزة. ندعو السلطات المصرية لتخفيف إجراءاتهم على المسافرين الفلسطينيين، وندعوهم أيضا لتمديد العمل في معبر رفح من أجل إنقاذ الوضع الإنساني الكارثي الموجود هنا في قطاع غزة.